سيداتي سادتي، مرحبا بكم مرة أخرى على برنامجكم أسرارهم في 20 دقيقة. الحلقة ديال اليوم حلقة رياضية محضة، كيف كنقولوا رياضية 100%. كنستقبلوا فيها السيد كريم العراقي، رئيس المنتدب للمغرب الفاسي في كرة السلة، واللاعب الدولي السابق هو الإطار التقني السي عقبة الغني عن التعريف، الوطن العربي ديالنا. غنخليهم يعرفونا براسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم العراقي، رئيس منتدب فرع كرة السلة و اكس في كرة القدم، ولكن تيبقى لوغو واحد اللي هو المغرب الرياضي الفاسي. معكم سي عقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكروا فاس نيوز على الاستضافة، وتنشكروا المشاهدين الكرام. كمال عقبة لاعب دولي مع المغرب الفاسي والمنتخب الوطني، لعبت مع المنتخب الوطني 10 سنوات، ومع المغرب الفاسي سنوات كثيره ما نقدرش نتفكر، ديت معهم 10 الالقاب تبارك الله عليك. مرحبا بكم عندنا في البلاطو. شكرا. سي كريم العراقي، بغيناك تكلم لينا على الاوضاع الحاليه اللي كيعيشها فريق المغرب الرياضي الفاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الاوضاع الحاليه ديال المغرب الفاسي تتبشر بالخير. الاستعدادات كانت على اكمل وجه، الناس اللي في المكتب ولا الناس اللي جاوا بينيفول بحال سي عقبه اللي عطاو يد العون للمغرب الرياضي الفاسي، قاموا بمجهودات جباره. بدينا لي بريباراسيون زعما شحال هادي، واخا كنتي قلنا الشامبيون غتبدا في هذا الشهر في هذا لا سيمين، وحنا تنستعدوا باش يكون عندنا ان شاء الله الرحمن الرحيم اون ايكيب سوليد، لان المغرب الفاسي فريق ديال الالقاب، فريق ديال التتويج. الجمهور المغرب الرياضي الفاسي ديما تيساين احسن الفريق المغربي الرياضي الفاسي. الحمد لله كل شيء كان في مر في احسن الامور، وتنتظروا ان شاء الله الرحمن الرحيم هي لو ديبي دو شامبيون ان شاء الله فوقاش يكون. واضطرينا في هذه الحلقه نجيبوا مسؤول اداري ومسؤول تقني باش يكونوا الاجوبه بوضوح للشارع الفاسي، حيت كاين بزاف ديال التساؤلات ديال الشارع الفاسي. اللي كنعرفوا هو المغرب الفاسي فرع كرة السلة هو عنده واحد القاعدة جماهيرية، إذا جينا نقولوا تقريبا بحال فريق كرة القدم. اضطرينا نجيبوا الأستاذ اللاعب الدولي السابق عقبة اللي هو في الإدارة التقنية باش يجاوبنا على كل ما هو تقني، والأستاذ كريم العراقي باش يجاوبنا على كل ما هو إداري. أستاذ عقبة، أول سؤال تقني، كيف دازت الاستعدادات ديال المغرب الرياضي الفاسي؟ شكرا. صراحة الله استعدادات ديال الفريق المغرب الفاسي لكرة السلة بداو صراحة الله استعدادات كانت بداو في شهر أكتوبر، يعني دابا راه تقريبا شهرين ديال الاستعدادات. الفريق من الناحية التقنية مزيان، بريباراسيون فيزيك مو سون تري بيان، كانوا فريمون هذه انتدابات، كاينوا انتدابات كبيره، وتنساينوا بعض الانتدابات بعض اللاعبين يجيو باش نكملوا الاستعدادات، لان الاستعدادات تتكون تكنيك وتكتيك. دابا كنساينوا غير انتدابات ان شاء الله واحد جوج لاعبين باش يجيو باش نبداو لا بريباراسيون تكتيك، راه بدينا فيها، وباش يبداو لا بريباراسيون تكتيك ونبداو المقابلات الحبيه، لان اللاعبين قبل البطولات خص يكونوا مقابلات حبيه باش كتشوف المستوى وتنصلحوا داك الشيء التقني. كنعرفوا باللي المغرب الرياضي الفاسي هو يعني نادي رياضي مغربي من مدينه فاس عفوا، اللي كيتعرف اكثر في رياضه كره القدم وكذلك في كره السله، واللي تاسس سنه 1946، وكان هو اول فريق اللي وصل الى دور ثمن النهايه من كاس فرنسا، ومن بعد التقى بالفريق الكبير ريد ستار. السؤال المطروح هو شنو اللي خلاك انك تحول من تسير فرع كرة القدم الى فرع كرة السلة؟ بالنسبة لهذا السؤال، التحويل ما كانش عن قصد، كان كنا في كرة القدم، الناس كل واحد كيفاش تيسير الفريق، كل واحد كيفاش تيشوف انه يسير الفريق ديالو. انا انسحبت، ما يمكنليش، الناس عندهم طريقة سيرية، نتمنوا لهم التوفيق. كانت اتصالات مع سي نور الدين العراقي اللي هو الرئيس المغرب الرياضي الفاسي ديال كرة السلة، راجل طيب، تفاهمنا في الطريقة السيرية، انسان اللي عنده كلشي بوضوح، كلشي باين، واتفقنا اننا
نعاونوا الفريق المغربي الرياضي الفاسي، لان لوغو واحد كما قلت في الاول، كل شيء تيبغي المغرب الرياضي الفاسي تخدم مصلحه المغرب الرياضي الفاسي ديال الكره ولا كره السله راه بحال بحال. المهم انك تعاون هذا الفريق اللي تتبغي ولا هذا الفريق اللي تتشوفه انه خصو يكون في احسن حله. السؤال موجه لسي عقبه. وي كيف تحدثتي لنا قبيله على الاستعدادات التقنيه؟ هضرتي على شي لعابه وشي لعابه غيجي، ممكن تعطينا انتدابات المغرب الفاسي وهاد اللعابه اللي كتنتظروا اللي تنتبهوهم الى كان شي توضيح؟ بالنسبه للفريق كاين كما كيعرف الجميع كاين اللاعبين المحليين واللاعبين الاجانب. انتدابات هذه السنه كان انتداب ديال واحد اللاعب كبير تيمارس في امريكا، ديكا ادريج، لاعب كبير صراحه الله عنده ميزات مميزه. وكان واحد انتداب اللاعب من صاح سفيان تيمارس في البطوله الجامعيه في الولايات المتحده، تا هو عنده مؤهلات كبيره وغادي يعطي واحد زعما واحد بوكا بورتير ليكيب دو ماس. كان انتداب ديال اوشن لاعب مخضره في البطوله الوطنيه ولاعب كبير حتى هو، وتجددوا العقود مع لاعب مع لاعبين كانوا معنا اجانب حتى هما، مثلا سي محمد كان تيزاول في فرنسا، تجددوا عقود مع هاد اللاعبين. وتاد ان شاء الله تنتظروا الى تم كل شيء بخير واحد انتداب جوج لاعبين كبار، وواحد ما ندخلش في هذه حتى ان شاء الله يكمل الله بخير عاد نعطيو الجديد للفريق الفاسي. وكان واحد الانتداب ديال واحد اللاعب حتى هو اللي تبدلات مجهودات ماديه كبيره صراحه الله في ذاك اللاعب، ولكن ما عطاش ذاك اللاعب الاسم ديالو ما يمكنليش ندخل في هذا باش نقربوا الجمهور المصاوي شويه. لاعب امريكي جا من امريكا وكان لاعب كبير، صيفط لنا صور ديالو وكل شيء وهايلايت وشفنا هذا، ولكن ما كانش في ذاك الاستطلاعات اللي كنا كننتظروا منه حنا، ذاك العطاء الذي اعطينا والدعم الذي دعم الفريق ما تمش. يعني تغلقات الصفقه مع ذاك اللاعب ولا بدنيا كان ما كانش فيزيكمون هو تقنيا مزيان حيت شفنا اللاعب كان مزيان، ولكن فيزيكمون با دوني لا تاي، يعني مازال كنخصو شهور الاستعدادات التقنيه والبدنيه باش يكون في المستوى ديال اللاعبين، لانه هما باش فرجليهم هذه شهرين ديال الاستعدادات وزعما سون افونسي او نيفو فيزيك. ايوا هادشي اللي كاين. السي كريم العراقي، بغينا نعرفوا الافاق نتاع البرنامج العمل المستقبلي ان شاء الله. بالنسبه للافاق حنا تنخدموا ان شاء الله على تكوين فريق ان شاء الله الرحمن الرحيم مستقبلي قوي اللي يعطي الصورة كما هي معهودة على فريق المغرب الرياضي الفاسي، وإن شاء الله الرحمن الرحيم غنلعبوا الأدوار الطلائعية ونكونوا عند حسن ظن الجمهور المغرب الرياضي الفاسي. شكرا سي كريم العراقي، وغنولي نرجع عند سي كريم العراقي غادي تحدث لنا على المشكل اللي كان وقع لكم مع المدرب شيبا. بالنسبة للمدرب شيبا، الرئيس استقطبو في الأول على أنه غيدخل معنا وغيمشي معنا في السيستم، وبدا التدريب ديالو وفرنا له المسائل ديالو وخدا المستحقات ديالو للمده اللي درب المغرب الرياضي الفاسي، لان حنا كنا مشينا بنيه حسنه، ولا الرئيس طبيعه الحال وفر له السكنه ديالو عطاه المستحقات ديالو، بينما تنتفاجئوا السيد اليوم غدا ما بغاش يسني لو كونطرا، لان نورمالمون الكاتب العام هو اللي كان مكلف ذاك لو كونطرا، تنسمعوا ان مشى للجمعيه السلاويه. مهم حنا الحمد لله هو سي عقبه غيهضر ان شاء الله الرحمن الرحيم، راه كاين مدرب كبير اللي جا المغرب الرياضي الفاسي، والله يكون قد طموحات المغرب الرياضي الفاسي، وسي عقبه راه غيعطي التوضيحات اكثر. اسمحوا لي نسيت في الانتدابات انتدبنا المدرب الكبير سي ماهر خنفير، اون غروند ريفيرونس في الباسكيت او نيفو عرب وافريكان، درب فريق نجم الساحل، درب فريق مناصير، درب المنتخب الوطني العراق، مدرب كبير ومقتدر وراه معروف في الاوساط الرياضيه، والصراحه الله غادي يعطي واحد ان غون ابوي ليكيب ديال الماس ديال المغرب الفاسي. سي كريم العراقي، بغينا منكم التعريف ديال البرنامج نتاعكم نحو النهوض ديال هذا الفريق هذا واللي تحملكم هذه المسؤوليه، لا سيما ان هذا الاخير له تاريخ في هذا المجال الرياضي.
بالنسبه للفريق راه قمنا بزاف ديال المجهودات على راسهم السيد الرئيس، تيدير مجهودات ماديه بالاخص، لان الباسكيت كما تعرف السي عقبه حتى هو ان الباسكيت شحال هذه كانوا الناس تيلعبوه وتيزاولوه لاجل حب الفريق وكانت والقميص الفريق. دابا الباسكيت ولا تيطلب امكانيات كبيره ولا ماديه، امكانيات كبيره ماديه، لان الباسكيت ما كانش بحال زعما ولا ماشي بحال شحال هذه، راه تقريبا ولا بحال كره القدم، دي صالير كبار، بزاف الامكانيات كما تتعرفوا راسله تقريبا دابا تدور بواحد 6 مليون حتى 7 مليون درهم. المغرب الرياضي الفاسي 3 مليون درهم بمجهودات ديال الرئيس والناس والسلطات، الحمد لله تتعاون، لان ما يمكن لهمش يزيدوا اكثر من هذا الشيء هذا، وان شاء الله الرحمن الرحيم غنديروا مجهودات اكثر. وكانت اتصالات مجموعه ديال الناس، كاين الناس اللي معروفين في فاس، ماشي ناس ولكن عائله الحمد لله، اللي تتعاون ديما فريق المغرب الرياضي الفاسي سواء كانت الكره ولا الباسكيت، اللي دقينا الباب ديالها حتى هي انها باش تعاون. هي معروفه زعما صراحه العائله ديال كسوس كان بصح زعما بواحد الاستقبال الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم. والسيد الرئيس حتى هو راه تيدير واحد المجهودات كبيره من جيبه بهذه العربيه، وان شاء الله الرحمن الرحيم غنتقاتلوا وغنتعاونوا كاملين باش ان المغرب الرياضي الفاسي تكون في المستوى الكبير ان شاء الله الرحمن الرحيم. سؤال موجه لخويا كريم العراقي، واش عندكم شي دعم مادي من الجهات المعنيه والاعيان او لا والو؟ حتاش منين هضرنا على الهدف ديالكم وعلى استعدادات كتذكر كاين دعم غير من رئيس الفريق والمحيط ديال الفريق، واش كاين شي دعم مادي من الجهات ديال المدينه والاعيان؟ بالنسبه غنعاودوا السؤال بطريقه اخرى، الجهات كاين واحد الدعم ديال ما بين الجهات بجوج ديال 90 مليون، وتبقى حاجز ديال 210 مليون ولا 250 مليون اللي خص الناس ديال المكتب وعلى راسهم الرئيس انه يدي برويه كما كان الحال ويحاول يجيب موارد ماليه، لا مستشارين ولا من ماله الخاص ولا المال ديال الناس ديال المكتب اللي غيعاونوا. وبالنسبه للاعيان ديال المدينه زعما ناس اللي كاين اللي تيعاون وكاين اللي تيرفض انه يسمع حتى سميت المغرب الفاسي. السؤال سي كريم العراقي، واش عندكم شي دعم مادي من الجهات ديال المدينه والاعيان ولا والو؟ بالنسبه للسلطات تنوه بهم وتنشكرهم، لان كان واحد الاستقبال في اول السنه ديال العمده وديال الوالي وديال الناس الجهه. بالنسبه للعمده وعدنا انه الدعم ما يمكنلوش يزيد في هذه السنه، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم السنه المقبله غيحاول يشوف. وتنشكر بالاخص السيد الوالي اللي عطانا وعود ديالو، عارفين ان شاء الله الرحمن الرحيم غيقوم بها، اللي هي الاصلاح ديال الملعب فين يمكن اللاعبين يترينيو، وانه غيخصص ميزانيه خاصه للارض والمدرسه اللي غتكون خاصه بمغرب الرياضي الفاسي. وان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الشيء هذا وعدنا انه غيكون قبل من النهايه ديال السنه اللي هي احنا فيها. وبالنسبه للناس الاعيان ديال المدينه دقينا شحال البيبان، والباب الوحيد الصراحه باش نقولوها بصراحه اللي استقبلونا هما اللي معروفين بالحب ديالهم للمغرب الرياضي الفاسي في وسط مدينه فاس، هي عائله كسوس. الناس اللي بلا مشينا نزورهم بلا ما طلبناهم ولا قلنا لهم عاونوا فريق، هما لديتهم راسهم قال لك حنا مستعدين اننا ندعموا فريق المغرب الرياضي الفاسي كما موالفين تيديروها كل عام، وتنشكرهم من هذا المنبر هذا. شكرا. سي كريم العراقي، واش كتلقاو شي دعم مادي من الجامعه الوصيه وعائده النقل التلفازي؟ بالنسبه للدعم ديال الجامعه تتعرفوا جميع ان الجامعه دابا واقعين فيها المشاكل، هذه اكثر من عامين المغرب الرياضي الفاسي ما تتلقى اي دعم لا من الجامعه ولا النقل في التلفازي. يلاه كاين الدعم ديال الرئيس اللي هو سي نور الدين العراقي اللي تيدعم الفريق بوحده، وتنتمناو من الله ان المشكل ديال الجامعه يتحل في اقرب الاجال باش يمكن حتى الفرق الوطنيه تستافد من الدعم المادي للجامعه، وان شاء الله الرحمن الرحيم لما يكون هي الخير. اخر سؤال سي عقبه هو
هو كثر القرار قال على فوقاش غادي تبدا البطوله الوطنيه لكره السله، ممكن تعطينا موعد انطلاقات البطوله؟ اولا قبل ما نجاوبك على السؤال تنحيي من هذا المنبر الجمهور الفاسي صراحة الله نسيتو في التدخلات ديالي، جمهور كبير وصراحة الله هو رأس المال ديال هاد الفرق ديالنا الفاسية، لا ديال كرة القدم ولا كرة السلة. تحية خاصة للجمهور الفاسي، تنتمناو يدعمنا هاد السنة باش إن شاء الله يكونوا فريق يلعب أدوار طلائعية لأنه هو رأس المال ديال الفريق. بداية البطولة غادي كما قال السي كريم هناك مشاكل على مستوى الجامعة، ما عندناش انفيزيبيليتي فوقاش غادي تبدا البطولة. السنة الفارطة بدات حتى لفبراير، وهاد السنة هادي مازال لحد الآن احنا في شهر دجنبير مازال ما عارفينش فوقاش تبدا البطولة، وهذا مشكل كبير كيرجع للفرق. علاش؟ لأن بدينا تدريب من شهر أكتوبر، وفاش كتبدا التدريب وعندك لاعبين محليين وأجنبيين راه كاين تكلفات ومصاريف كبيرة. يعني تنتمناو على الله يتحلوا هاد المشاكل الجامعة ويبداو البطولة في أقرب الأوقات باش إن شاء الله حتى اللاعبين ويكون الجمهور والتلفازة وكل شيء يستافد. كلمه اخيره للسي كريم العراقي والسي عقبه. اخس بغينا نقولوا للمشاهدين الكرام بان فريق المغرب الفاسي فرع كره السله في ناحيه فاس وجهه فاس ومكناس هو الفريق الوحيد اللي كيزاول في القسم الممتاز، لا في الكره في جميع الرياضات جهه فاس ومكناس الفريق الوحيد اللي كيزاول في القسم الممتاز هو فريق المغرب الفاسي فرع كرة السلة باش نأكد، يعني هذه راه الناس يشوفوا واضحين. كما قال السي كريم كرة السلة ديال الحالية ماشي هي ديال شحال هادي، دابا كاين وخص يكون مجهود كبير، كاين دي سالير اللي هما تخي زيلفي، فاش كدير انتدابات ديال اللاعب كتنتدب شي لاعب خصك توجد له لو بيي دافيون لابارتومون، يعني كاين واحد المجهود كبير ومصاريف كبيرة باش انسان يكون نتائج مزيانه، كاين واحد المجهود كبير. بغيت نشكر السيد الرئيس السي العراقي على المجهودات اللي تيقوم بها صراحه الله، انا عاشرتو هاد الايام هادي وتنقول صراحه زعما في حق هاد السيد هذا تنشوف بعض الانتقادات في لي ريزو سوسيو ليه زعما، وتنشوف انا عاشرتو شفتو تيقوم بالمجهود، واحد المجهود مادي كبير ومجهود الوقت ديالو والعائله ديالو مضحيو واحد التضحيه كبيره، لا موندغ دي شوز، واحد الكلمه طيبه في حق هذا السيد هذا، لان الا ما كانش هو فريق المغرب الفاسي غادي يولي ما يكونش بصراحه. تنشكر السيد الرئيس وتنشكر مات المكتب الشاب صراحه الله، كوميتي جون موتيفي وناس رياضيين وناس فاس تنشكرهم حتى هما وتنشكروا الجميع صراحه الله. وهاد السنة هادي تنوعدوا الجمهور الفاسي بأن الفريق المغرب الفاسي هادي إن شاء الله يلعب أدوار طلائعية ونردوا الفرحة لفاس والجمهور الفاسي إن شاء الله بحول الله. بالنسبة للكلمة الأخيرة تنشكر كما قال السي عقبة السيد الرئيس، تنشكر الجمهور المغرب الرياضي الفاسي اللي تيكون هو السند الأول للفريق، واللي بدونه ما كاينش فريق المغرب الرياضي الفاسي، المسؤولين تيتبدلوا، اللعابة تيتبدلوا، ولكن الجمهور تيبقى واحد اللي هو المغرب الرياضي الفاسي عمره ما تيتبدل، وتنتمنى من الله انهم يدعمونا هذا العام، لان القوه ديال المغرب الرياضي الفاسي القوه الاولى هي الجمهور ديالو. وشكرا. شكرا سي عقبه، شكرا سي كريم، والى هنا تنتهي حلقتنا من برنامجكم اسرارهم في 20 دقيقه. كنتمنى نكونوا طرحنا تساؤلات اللي كان باغي يعرفها جمهور المغرب الرياضي الفاسي فرع كرة السلة، وعاش المغرب الفاسي، والى اللقاء. ساليتي.